رجعنا لنكمل حلقتنا اليوم من برنامج سوري بس. ضيفتنا جريئة كتير الحقيقة، بدها تقولها لو على قطع راسها. زارت الأمير، الملك، الوزير، وفاتت على بيوتنا كلنا. حبيناها بدون سبب، لأنه حسينا أنه أوقات عم تعطينا أشياء كتير مقنعة، صح؟ ودايما دايما دايما أحاديثها بتكون كتير غريبة، لدرجة أنه مش دايما بنفهمها. أكيد بس شفتوا كل هالشيء اللي موجود هون، عرفتوا انه ضيفتنا مريم نور. Ladies and gentlemen, please welcome مريم نور. ما في، ما حدا عم بزق. مساء الخير ست مريم. مساء الخير. بتمنى ما تزقفوا، لانه انتم مش ايدين، انتم انسان. اذا حسيتوا فيها زقفوا، بس مش بس ايديكم، انتم مش عدد. يو ار نوت ا نمبر، يو ار ا ممبر. اذا عم بتحسوا اللي عم بقولون حسيتوا فيهم، لانه كلنا عم نحكي من خلالي وعم نسمع من خلالكم. نحن مش هلا سلعه. كل اللي عم بيشوفونا اذا واحد بالمليون فهم ان الكرامه قليله. هلا بنقلب الصفحه لكتاب جديد، هول اللي قريتون وعليتون. هلا في صفحه جديده بدنا نقراها. بهالوقت اللي بدنا نكون فيه نحن سوا، بدنا نقلها لامريكا وللاف دي اي ولكل هالجهل. ما راح لكم كذابين. وداعا ايها المرض. رح نحكي عنهم كلهم ست مريم، بس قبل تفضلي. وداعا ايها المرض. امريكا عم بتكب ادويه كثير، وسرطان وايدز وسيدا وسارز واوبالا واوباما وكلهم. انتبهوا، ما حدا في يتحكم بيتمكم، ما حدا بفوت معكم على القبر الا هالجسد. لجسدك عليك حق. المسيح عم بيقول خذوا كل هذا وجسدي، ومحمد قالها وكلهم قالوها. انتبهوا كيف تاكلوا، كيف بتغير عشيتكم، ساعتها بتعرفوا تلبسوا وبتعرفوا كيف تهزوا عزوا لز مثل ما عم تعملوا. هي شيء اوسخ من هيك ما بقى رح نصاف. رح نحكي اكثر مريم نور عن كل شيء عم بتقوليه، بس قبل. طب ما انت قلتي له بس تحسوا بالزقفه زقفوا. ايه معلش يعني، بس حسوا فيها زقفوا. خلص زقفنا مره. خلص اوكي. رح ارجع اعيد السؤال. كنت مسافره ورجعتي، مزبوط كنت عم التقيتي بسيف الاسلام؟ هلا شو بدكم، سيف الاسلام ولا القذافي ولا كلها؟ شفت اكبر لص حكم هالعالم وبعده حيكمه. وقت اللي بتتعرفوا على اللص الاكبر، كل اللصوص الاصغر بتشوفوها. خلص، اللي بيعرف اصبعه عرف كل جسمه. كل السياسيين وكل اللي عاملين مؤسسات كلها بالتجاره بالانسان. نعم، كتاب قريبا اسمه السيف، رح يكون تقدمه الى سيف الاسلام. هو وبيه اليوم عرفوا. وقت اللي شفت اول مره معمر القذافي قال لهم بعت وراها، قالوا لا ما بتجي. هي ساعه البدله بتجي، مش لانك معمر القذافي. واحترم. طيب عندي سؤال. وقال لي ليبيا وانا تحت تصرفك. ما رديت، قال لي فهمت ايش عم بقول لك. قلت له ايه، بس مالك حرام، انا عندي خبز حلال بقسمه انا وياك يا معمر. هو كله النافقين اللي معك وقد واحد منهم. طيب شو رد عليك؟ شو قال لك؟ عرف، قال لي معك حق. قلت له انا شفت ناس عندك بليبيا عايشين ب 100 دولار 11 نسمه. ما بتخاف تحكي هيدا الحكي على الهواء قدام ملايين المشاهدين اللي عم بيتابعوك؟ عرفوا انه هي حقيقه، وعرفوا ما حدا بحب معمر وابنه واولاده ومرته مثل مريم. ما بحبه لا جايبته ابدا. بس لكن نهايته، لكن نهايته كيف؟ كل الحكام هيك نهايتهم، وامريكا هيك نهايتها قريبا. دمار شامل، اللهم عجل بالدمار الشامل. طيب. كل العلماء والحكماء والانبياء والاولياء قالوها. جلوبال مادنس، جلوبال سوسه. قليله من زمان على ايامي انا كان في العندليب او بي ارمني كان يسمع عبد الوهاب، بتقول له كيف بتفهموا؟ يقول لها بحسوا. هلا ما بقى عم بيجيبوا مزقفين تيزقفوا للفنانين، لانه كله عم بيغني، كله فاتح تمه. يا ريت بعد في تمه وشفاف. ست مريم بطلب منك تقعد بليز، بس حتى تاخذك الكاميرا لو سمحت. ما فيني اقعد على هيك كرسي. رح عم بيعملوا هلا كراسي من تفال، تما ما يقعدوا عليها الحكام. تما يلزقوا. تما يلزقوا. ست مريم نور، نحن اليوم اكيد الحلقه ممتعه بوجود هي الكبيات. انت جبتيهم تحفه الحياه، كبايه بتحط عليها ليك شو حلوين. لانه اليوم هاي كبايه، هاي كبايتها. بامريكا عملوا فيلم وشالوا الكبت الجنسي بفيلم واحد. هلا المؤامره استرعى قدمي بكل الامه العربيه تينزعوا المراه العربيه ونزعوها. ما بقى في ام، ما بقى في مرة، ما في الا شفاف
قال له ابو العبد في شيء عند المراه بحرفين؟ قال له افقي او عمودي. صاروا بيشبهوا بعض، هاي بالطول وهي بالعرض. مريم نور صوفيا كمان حاسه فيها بالذات. مريم نور، انت بفيلم واحد بامريكا قدروا انه يقضوا على الكبت الجنسي بالدول العربيه او بالعالم العربي، شو الحبيب محمد ليه بعد في عنا كبت؟ الحبيب محمد قال بس ما حدا بيسمع للانبياء، بدنا الاغبياء نسمع للغبي، الغبي بيفهم. هيدا كتاب اسمه النكاح. شو اسمه؟ النكاح. قال وانكحوا ما طاب لكم. ليك شو هالكلمة المقدمة، وأنا هي ما بحبها رح أكلها بتمي يعني تاني مرة. ما لا يتحمليها اليوم شي غيرها يا. المقدمة هي الصدمة. لماذا كلمة جنس حتى لو بالهمس تزعج كل الناس؟ لأنها محظورة ومحرمة منذ بداية التحليل والتحريم والتحكيم. حكم على ابن آدم الزنا بحواسنا وبحياتنا وحتى بعد مماتنا، وهذا بفضل الجهل يا أم الجهل. قيل لنا ولا يزال القول في القوم يقول بأن الجنس خطيئة مميتة وعظيمة وأصلية، لذلك وحطوا ورقة التوت وورقة التين على آدم وحواء، ولا نزال حتى اليوم بلا حياة ولا حياة نعيش الكبت والفلت بسبب ورقة يعني التوت. يعني برأيك أنت الكبت بعده موجود؟ ولو إلى من كبت إلى كبت إلى فلت مع كل هالانفتاح على كل العالم. لا هيدا منه انفتاح، هيدا منه يا فتاح. شو هو؟ فرشخنا. هيدي ضايعة اسمها هون، فرشخنا. هيدا لازم نغير الأسماء تبع هالضياع، فرشخنا ورجمة و... نرجع شوي عن جد، خلينا نحكي شوي عن الكبت الجنسي بالعالم العربي. كبت جنسي بالعالم العربي 99.99. شو السبب؟ برا 9. السبب انه حطوا هالكبت لحتى يقدروا يتحكموا فينا، مشان هيك. هيدي عيب وزنا، ولانه هالعيب بيضل الرجال شو بيعمل؟ بيروح على الحرب بيقتل، والمره شو بتعمل؟ شوب انتل يو دروب، تشتري تتهتري. هي بتروح على المول من مول لمول، هو من مره لمره، ومن حرب لحرب، من قتل لقتل، لا في ولاد ولا في عائله. راحت العائله، العائله عله. هلا بدنا نرجع الى الجماعه، كوميون. شرق وغرب عم بيرجعوا الى الجماعه، بس بامه العرب محرمه صارت، عيب. ما كان يصدق الجور انه الخلفاء حقيقه. قال لي اتس ميثولوجي. تصور لوين عنا جهل، بس حتى نكب بأمة العرب. لبنان از ا بورنو بليس فور بورنو بيبل. يا خي شو هالشعارات عم بتزتوها بالعالم؟ لانه في مؤسسة بأمريكا اسمها الاف دي اي. ليه هيدي ما بتأمن فيها الاف دي اي؟ كل العالم بيأمن فيها الا انت مريم. الاف دي اي فيدرال دراجز اسوسيشن، يعني هي اللي بتتحكم بالادوية وبالاطباء وهيك. هلا مستشفيات امريكا كلها خيي عم بتقول انتبهوا من المايكروويف ومن الاكل ومن المعلبات. صح. من هاي ومن كلها عم تحكي هاي، مش لانه منيح، لانه الشعب وعي وعم بيحكي. الشعب عم بيقول يا جماعه انتبهوا، الدواء عند الضروره، والجراح اذا كان ادم السكين بايده ما بتجرح. اليوم المراه 5 اولاد خلفت كله سيزاريان شق بطن، ولك يا اختي روح عند مراه بتساوي سيارتك عند واحد ما عنده سياره، بس لانه رجال. ويك اب يا انسان، مطرح ما حبلتي مطرح ما فاتي بيطلع. مريم صار لك 20 سنة بتحكي بهيدا ال صار لك 20 سنة بتحكي بهيدا الموضوع، وين الجماعة الخاصة فيك؟ ليك بجماعة بأمة العرب ممنوعة، ما في أمل. في أفراد هلا، نحن بلبنان 5 مليون، في شي 6-7 أشخاص. 6-7 أشخاص من 5 مليون؟ طيب وين انت؟ ما انت كان صار لك 10 سنين عم بتوعي وعم تطلب مننا. 50 سنة في كمال جملاط قتلناه، موسى الصدر غيبناه، كامل الصبح شملنا فيه، جبران لوهان قتلناه. ممنوع نوعا. قالوا لها للبسيني وليه لها شو جاي من سوريا منك ناصحة؟ قالت لهم هونيك في اكل باكل، بس هون بنوي وهونيك باكل. ممنوع هونيك تنوي، هون بتنوي. عندها حرية بعد بهالبلد، ولكن متمنك شايف يعني لازم يغنوا. صرع قدمي مهم كثير. هي مؤامرة انعملت على المرأة العربية المسلمة بنقاص. قال لهم مليارين مسلم ناتشرال سيلكشن شيلوهم ومضيوا العرب والمسلمين، سني شيعي قريبا، وبتروح على انطون وجوزيف يعني. طيب مريم انت ما بتأمني بالاديان؟ انت شو؟ الله ما عنده اديان. ايه؟ الله عنده التدين الالهي. سؤالك حلو. هالدين ما عنده ولا كتاب ولا قاموس، عنده ما بين النفوس والنصوص، ما بين السطور مش ما بين الصدور. عنده يتمم مكارم الأخلاق. عندنا كمال جملاط، عندنا شربل في خورة بالقديس عند شربل قال المسيح الله وشربل الله كونوا الله. في بتلاقيهم فتش عليهم.
انت بتلاقي بكل شيء في الله، في كل شيء. الالوهيه مش اسم، فعل. احمد صار اسمه محمد، كل من حمد الله ايمانا واحتسابا. يعني بنجرب نحط شرح، الدين ما بينشرح. الم نشرح لك صدرك، بتعيشوا كل الاطفال ان لم تعودوا كالاطفال كلهم بيحسوا فيها. بيعرف امه من ريحتها، مش $100,000 روح اشتري $100,000 عطر وانا معه. قالت لي مستحيه مني، قلت لها استحي من نفسك. $100,000 العطر، $100,000 عطر. قال محمد بحب العطر، عطر اعمالنا مش هي العطر. بما انك عم تحكي عن $100,000، بتلاقي انه اللي بيطلوا على التلفزيون او الممثلات مثلا تحديدا وكل الفنانات بيدفعوا، بيمثلوا بيدفعوا ثمن لاطلالتهم او ثمن لشهرتهم. الشهره بهره مثل رغوه الصابون، مثل البالون بتقدح وبيروح. كل الشهره فين از افون، ما لها احترام ابدا. مين مشهور، هتلر، ستالين، او المسيح ومحمد وعليه؟ خلاص لازم يفهموا. أمة العرب ما بتقرا، لا نقرا. هالكتب كلها موجوده على الموقع. في عندي كتاب لحب الجزداني اسمه الحكمه، اوباما شخصيا منعه. عرفنا انه اوباما رح يكون عم يتابع هاي، نعم، بيترجموا وبيحطوا. انا تعرفت عليه مش بطريقه صدفه. خبرينا كيف. في شخص كان معنا بهيوستن، مر بيجي كل يوم مؤخر على الاكل بمركز سنتر ميكروبيوتيك. قلت له اليوم اخر يوم، قال لي ماما واي، بنطروا للساعة 3، أنا ساكنة بالمركز وطعمي إلو للكلب. قلت له أنه هيدا ريغن، ما معي أنا إقامة، معي فيزا بفوتو بطلع. قال لي ما كانت ساعة 4، قال لي معك باسبور؟ قلت له إيه. قال لي مكتوب عليه مجوز وهيك؟ قلت له لا. قال له أوكي ليتس جو. شلحت مريولة الساعة 4، رجعت الساعة 6 أنا مرته. قال لي دونت تيل أني بابي ماما. قلت له ايه، ما في جمعة. I told everybody not anybody. كان ضل يقول لي ماما اوباما is going to be the president. نقول له a few and اوباما، وطلع اوباما president. وهيك انا اخذت باسبوري. وانا كمان يعني جنست 3 رجال ما بعرفهم، نسوانهم معنا، تجوزتيهم يعني كمان، تجوزوا دغري كانت على الوراق. وكان واحد مهضوم من بيت الجميل، بيقرب امين الجميل، هو يجي يقول ما بدي باسبور، بدي مين معه جرين كارد؟ انا 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 هالاسم هالاسم. كنا هيك. وكانت تنعمل ايام ريغن. وبعدين في واحد من بعد 20 سنة كنت صرت انا عند حاكم امريكا قاعده، بس ما قلت له منين جاي، قلت له بدي الباسبور. لو قلت له من وين جاي شو كان صار؟ انه انا بدي اخذ حقي، مش لاني قاعده مع بوش يعني، بدي حقي، بدي اخذ باسبوري. طلع هيك وشايف الزواج، وبعد جمعه صار في طلاق. وقت قال لي ماما طلقتك هون وجوزتك بغير ولايه، دي دونت نو، اخذت وحده سوداء، كانوا ممنوع يتزوجوا سود، عنصريين. صار يسالني سؤالات، بتعرفي انجليزي؟ يس. بتعرفي هيك؟ بتعرفي هيك؟ بدي اطلع معه. قلت له اوكي فيك تشيلها، بس ومعي محاميه قويه كثير، بس انا فيني اقول لك انه معك سرطان بالبروستات هون. اخذ القلم قال لي 12 سنة تعرفت، كيف عرفتي؟ قلت له sign it then I say it how I saw it. قال لي you speak poetry؟ قلت له yes I'm a poet I speak poetry. مضى. قال لي إذا في بلبنان مثلك مضي إنك تعمليهم أمريكان وتجيبيهم. طلعنا لبرا، في 3 رجال قالوا له لو ما مضي ثلاثتنا بقى نتجوزها من أمريكا، ما نخليها تفل. سو فيك تطوي القانون مثل ما انت بدك، مثل ما بدك بتطوي. خلينا مريم نور شوي، عندك اسستي حزب هو حزب الحمير. ايه؟ وهيدا الحزب من ضمنه في زياد بارود، زياد معالي الوزير السابق، منه معالي كعب ونعلي فوق اصحاب المعالي. طب انك ذكرتي معالي باحدى البرامج التلفزيونيه، رجع انحذف لانك قلت، لانه قالوا له معالي لمعالي الوزير وئام وهاب. وصلني على البيت وئام وهاب وبهدلت كل الطريق على معالي ليه الوزير. ليه انت وئام وهاب ماده دسمه للاعلام؟ ما بعرف، بس انا وئام وهاب وليش، بس انه ليش واحد بدك تحط له لقب؟ من منكم محمد؟ ولا علم ادم الاسماء مش الالقاب. انا اخذت اسمي، انت اخذ باسبور. عندك كثير معارف. انا انصدمت امبارح باحد المواقع الالكترونيه التابعه للاستاذ توني خليفه، مكتوب خبر انه مريم نور طردت نهائيا من تلفزيون الجديد، ولانه معمر القذافي بهيدي الحاله اللي هو فيها مريم نور طردت من دون رجعه. صاحب التلفزيون تحسين خياط اذا ما بيشوف مريم نور بينام، قال لهم بدي مريم ترجع. وانا راجع، ومش بس على المحطه، محطات كثيره، كل محطه بتحترم العلم بدها مريم نور.
ومريم ما بتقبض من حدا ابدا لان مالهم حرام، كل دعايه حرام. قريبا عندنا تلفزيون شرب الخليل ومريم نور، وفي تلفزيون لمريم نور تي في افتحوا، لانه اليوم الناس ما بقى في بامريكا على الانترنت اونلاين، بامريكا ما بيشوفوا التلفزيون تحط دعايه وتتزقي في الناس، هيدا عار. بامريكا ما في تلفزيون بقى اونلاين بايدك، وهلا في هيك تلفزيون وهيدي الشاشه، ما حدا تحضر هيك برامج. مع التكنولوجيا انت؟ لا مش مع التكنولوجيا. لا في تكنولوجيا اقوى كثير جوا، الانسان اللي عمل التكنولوجيا هو اقوى، هو عم بيموت مهم من المهمين من اينشتاين وغيرهم. قال تاني مره اذا في حياه تاني برجع بكون سنجري، ما بدي هيدا العلم، العلم يعمي والجهاله تعمي وكلاهما بلاء. كل اللي عملوا وفيك انطوى العالم الاكبر، الالوهيه ساكنه فيك، وما خلقت الانس والجن الا للعباده، صارت للعباده. وطوني خليفه من حقه يقول هيك، طوني جيفه هيدا، كل هيدا النشر عنده كله عقر، بقول له هيك كله كذب، لو ما بيجيبوا دعايات وشك بشك برامج كيف بده يطولوا وكيف بده يطخنوا، الحمار طويل وطخين بلا ما يروح عند الدكتور تيطول ويطخن، يعني شيء اقرف من هيك ما في. كل البرامج هيدا هيدا رايك الخاص بالاعلامي طوني خليفه، هو وغيره كلهم هيك، ما فيك تشوف برنامج يا لازم تهز مهز يا لازم هيك. كرمال هيك مريم نور اغنيه خاصه لحزب حمير، أغنية خاصة لحزب الحمير بعنوان بحبك يا حمار. بعرفها بعرفها هاي الأغنية. سمعينا يا ليزا، سمعينا يا ليزا من عند ليزا. لا تهزي لا تهزي لا تهزي، يلا اتركي طيزك إلي. خلص وقفوها ميرسي ميرسي. الحمار بس سمعتك عم تقولي شيء لليزا، الحمار بتحطوا له جلال ما بيصير حصان، بيضل حمار، ما فرقت معه. مش مثل الواحد بيصير يا جلالة الملك، لا اجمل لقب خادم الحرمين. انا بقول له لعبد الله ما نبيتك خيي، اجمل لقب خادم الحرمين الفكر والذكر. ولكن اتحدى من حرقة القلب ما بقدر لاقي عالم عربي يتحاور انا وياه. بس بدي اقول لك شيء مريم نور، انه بامريكا انه انت كثير بحسك بتحكي عن امريكا هيك مسموح الرقص وتشخلع وال إيه؟ في عندك تشويس، عندك تشويس يعني هلا بمجرد ما ليزا شوي رقصت قلتي لها شيء يعني من المعيب انه نقوله إيه؟ على الهواء. طيب فكيف كل غرفه وإلها زي وكل شجره وإلها في. اليوم المرأة عم بتهز بالطريق، بتهز بشغلها، بتهز عدلها على كل الوقت. هي دي جاي معنا ليزا، مساء الخير ليزا. مش ما كان منهز، ما بيصير، صار شيء بيقرف، صار الرجال بيجي على البيت بلاقي هالبقرة نايمة بالأوضة، بيفتح البراد وبياكل، هي بتعمل دايت بتصير ضعيفة، بصير هو بقرة، بيروحوا اثنيناتهم عند الدايت النيوتريشن بيقول له شو لازم تاكلوا. تفاجئي شو لازم تاكلوا، شو معك بالصحن هون؟ شو معي؟ بالصحن هون شوكولا، شو هون؟ هيدا نوع من الشوكولا يلي الباقي كل الشوكولا الموجود بهالأمة العربية كله ملغوب. يعني هيدا ما بيسوى؟ هيدا هو المنيح. هيدا المنيح. بينعمل بأوروبا بمطرح واحد ببلجيكا، توقف الناس بالصف وبتنطر. It's a prayer power. وبيعطيك الحبة يعني حقها 6 أو 7 يورو. الحبة؟ الحبة. بس إذا بتاكلها بتشوف الفرق. لازم تاكل شوكولا. بس هلا ما في شوكولا، نحن بناكل خروب. طيب وين بنلاقي هيدا؟ ما تاكل كل خروب. دبس الخروب. نحن بكل بلد مما يليك، مش مما ييني ييني، مما يليك كل، نحن لا خلاص. تعتير كله، انتبهوا شو بتاكلوا. كله فجل. 20 مطحنة، 20 مطحنة عندكم. وينو قارو؟ فإذا حنطة كاملة وأربع أنياب شيلوا كل المواد الحيوانية، القلبين والأجبان معمولة من الدولي بالسيارات. بلش يحكي وزير الصحة يلي بحزب الله، بحترمك وبشكرك يا حبيبي بس ما في حل. ليه ما في حل؟ لأنه ممنوع تحط الحل، بترحل وبتنحل. حطش مشكلة بس ما تحط الحل، أنا الحل قبل المشكلة. خليني أطلب من جارو يعطينا البوكيت الورد. هيدا عملناها نحن بوكيت ورد مرصعة بالفجل. نعم ما وحده بس الساعة 2-3 بعد نص ليل قال إذا الفجل بحبل قلت له هي البهلة اللي حدك شو عم يعمل؟ تفضلي شو بنعمل فيهم الفجلات؟ حبلها شكوا فيها.
شوفوا هالفجلة قديش قوية هي تنزلت بالأرض. كيف فتحت الطريق بالأرض. نحن منشيلها ومنكبها. بالعكس اللي عنده أي مرض كتير على الموت بناخذ هون بنعطيه هون تيقدر يفوت بشلوش الأرض. يعني عن جد الفجلة بتحبل؟ للبهلة ايه؟ للبهلة. ما في واحد خلفت مرته بعد 4 أشهر ونص. قال له قالت له ليش لازم ابقى؟ قال له 9 أشهر. قالت له انا 4 أشهر ونص وانت 4 أشهر ونص خلفنا ولد. قال له ايه سامحيني. واحد هيك راح على افريقيا اجى قالت له امه منين جبت الولد الاسود؟ قال له مرتي كل الوقت على البلكون واحد اسود رايح اسود جاي توحمت عليه. قالت له انا وحبلي فيك حمار رايح توحم. مريم نور خبرينا عن التيشيرت اللي هلا بتعرفوا كل الناس بيلبسوا مكتوب عليهم هيك مثل توني بارود طلعت معه. قلت له اول مره شيلها وتاني شو هي بتكتبوا كلمات؟ ليه ما اخذتيهم؟ هلا اليوم لقيتهم هو بالاشرفيه تشيبينج بيكتبوا عليك كلمات بتصير انت سوشيال هانجر بسموك تعليقه لابسه هيك. هلا بلشوا يعملوا هيك ماي بيس بريفيل اون ايرث ان شاء الله يكون في سلام بالارض. ليكي شو حلوه هون ليت ذير بي بيس اون ايرث اند ليت ات بيجن وذ مي. انا اللي بدي بلش بالسلام حتى ينتقل على الارض. اذا بدكم تشوفوا اي تشينج بالعالم تغيير خليكم تشوفوا التغيير اللي فيكم وقت اللي بتحملي جزئين هيك اللي هو من شيء طبيعي. Be the change you wish to see in the world. انت ما تقولي الحق فلان الحق فلان الحق عليك الحق عليك. في 4 هون. انا عايشه باوسخ بنايه بلبنان. بس توصلوا على الطابق الخامس ما له علاقه بامه العرب ابدا. مره كان في 3 بيتعاطوا مخدرات وانا بامريكا. فات اول طابق وسخ، الثاني الثالث في زريع، الرابع الخامس غير عالم. فتحوا الباب تركين مفتوح فاتوا لجوا. اليوم واحد منهم مجنس امريكاني وكندي unlimited credit card بفوت على السجون وبيغير تعاطي المخدرات وهيك. مريم نور نحن اكيد بدنا نقول لك اهلا وسهلا فيك. بس قبل انا عندي سؤال عن الام ام اس مش قادر ما اساله. هي سمعت خبري انه عم تتجري بالدواء يمكن على نفس الماده. انتوا قعدوا على التقرو اسمه جيب بس همبل. قبل ست مريم ليه خفت تجيبيه معك اليوم؟ ما خفت نسيت. بس اسمه ام ام اس حوالي 20 دولار هلا بدولارين بتفوتوا على اي سفاره روسيه وعم بيتركب هون. ان شاء الله ميشيل حته طبيب كمان رح يكون على وسائل الاعلام ويقدر يقول لكم كيف بيتركب بالعراق وبسوريا وبلبنان. كل واحد انا جبت السم وانا بشيله. شو بيفيد هيدا؟ باول مناعه عندك. انا ليه بدي جيش سوريا؟ لان جيشي ضعيف. يعني اذا انا جيشي قوي وهو جيشه قوي 80% من المال عم بينصرف على السلاح. بدل ما نقول السلاح عليكم السلام عليكم. بس بدنا نقول انه جيشنا اللبناني قوي وتحيه للجيش اللبناني طبعا. طبعا. ولكن هالقوة بالجيش ما بتقوى لا بالتزقيف ولا شيء. جيشنا مريض جسديا لازم نشيل 90% من الأمراض بالتغذية السليمة مش بالتعزية. انتبهوا شو عم تاكلوا، انتبهوا مين عم بيطبخ، ما تحلوا حدا يحط ايده عليكم. كذابين بلبنان كل اللي بيحكوا بمريم نور وبالأكل الأورجانيك. أنا شخصيا مريم أنا شخصيا ما بوثق إلا بنفسي وببيتي بس. أوكي أنا شخصيا رحت زرت محلاتك المنتشرين بكل المحلات واشتريت أكل من عندك من محلاتك وانصدمت. بس عملت لك زيارة بالبيت إنه منو إلي أبدا ما بتعاطى. بيت السلام تسكر لانه كلهم شفتهم اوادم وكلهم كذابين. بيت الصحه انا اللي ساعدته ماديا بمبلغ كبير وكلهم كذابين. وبيت الحلال واحد قالت له ريتا هذا البيت لمريم نور بيت الحلال كله حرام ما تروحوا لمطرح ابدا. اشتروا من وين ما اشتريتوا غسلوا بمية الملح وغيروا نواياكم. ولا حدا كلهم كذابين وبأمة العرب كمان. ما بوثق بنفسي الا نفسي 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 طين قطع نفسي. خلص انا وميشيل حتي وكم واحد ماشي عندي بيت كان بلشت بمعاد ملايين الدولارات اعطيته لواحد اسمه ملحم خلف فرح العطاء. اسالوا بيسال عن هالمره كل ما املك ماديا ومعنويا وكل شيء اعطيت غيري وبعيش على هالنفس. خلقنا بنتنفس وبنقوت بنموت من النفس. تعلموا كيف تتنفسوا وتاكلوا مما يليك وتقعدوا تقروا موقع مريم نور. واهلا وسهلا فيكم على بيتي ما لي ثقه بغير حدا. بكره رايحه على دبي كمان اللي ثقه بواحد اسمه بشار انطون وكم شخص. بس ما تصدقوا حدا اسمه اورجانيك للقافي في عافية ولا شيء كله كذب ونفاق. لاول مره ما في اورجانيك ابدا ابدا لانه التلوث. بس انت كنت تحكي بالاورجانيك يا خي. هلا صار في تلوث بالفضاء وبالجو وبكل شيء. واذا انسان عنده اخلاق كل منه شو ما اعطاه. الانسان بدون اخلاق ليس انسانا على الاطلاق.
كله نتأملت فيهم. سوق الطيب قلت له سوق الميت صار. كله كذب. خلاص حرب وين ما كان ما فينا نغير إلا بنفسنا. إذا أنا نظفت بيتي نظف العالم. كل واحد يغير نفسه ويغير نفسه كل واحد منا. أهلا وسهلا فيكم. إذا عندكم هالخطوة تقولوا بدي أتغير أنا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بنتمي إلى أي دين وأي شريعة. انتبهوا. الدين هو الواحد. زاد كتير كبيرة لمريم نور. لأول مرة بتكمل حلقة كاملة. لأول مرة مريم نور ما بتفل من الاستوديو. كرمال هيك نحن بدنا نشكر. كان في اشياء كثيرة معي اياها اكيد اللي رح يجوا هلا ويحكوا رح يرجعوا يحكوا هالشك بالشيك. ولكن اذا بتشوف كله هالشك بالشيك لازم تشوفوا تقعدوا تقروا. هيدي هون شغلة منا موجودة بالعالم. كيف بتكتبوا عربي والعدد العربي تبع الإمام علي منعوها. حتى القرآن مكتوب بالعربي وبالعدد السنسكريتي حتى مؤامرة ما تكبر الحكمة عند العرب. العلم يكبر بس محدود. وقت بتكتبوا عربي اكتبوا عربي تكتبوا عربي واكتبوا عربي وقعدوا تقروا. كل هالكتب محطوطين على المواقع وما حدا بيخلصكم. لا المال ولا العلم ولا الحاكم ولا حدا. كل واحد قمت على القبر بفوت جسمك معكم. فإذا هذا اللي بيحبني أكثر شيء والباقي كلهم كذابين. حبني جوزي أنا وقوية ولادي أنا وغنية. ما في عائلة. في كتاب خير جليس. إذا عندكم صديق لأول مرة كمان مريم نور ما بتقول الواوا وما واوا بحلقاتها التلفزيونية. وين الواوا يا ليزا؟ ليزا وين الواوا؟ هلا شيلوا الأرز وحطوا الواوا. لو الواوا جاي على التلفزيون او الواوا بدها تمرق من المطار هيك عملوا بمارلين مونرو تيقتلوا جون كندي وهلا حطوا الواوا. حاطين للواوا ليزا. بوس الواوا خلي الواوا يصح لما بستوا الواوا شفتوا صار الواوا بح لقي الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح لما بستوا الواوا شفتوا صار الواوا بح. ليش وقفي 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 وقفوا. شوفوا كيف مشفرين بس حطوا الواوا هزته. ما بصير يعني ما في واحد عيب يعني وصلنا لهالمستوى من هالانحطاط. احط من هيك ما بقى فيه. شيلوا الواو حطوا واوا. هي السلام عليكم 11 حرف. الواو 3 بتقراها هيك و11 بارادوكس وعليكم السلام. شيلوا هيك وعملوا هيك شعب. هيدا شغب منه شعب. مشان هيك بدنا نلتقى بافراد. انتبهوا ليلى عم قلكم كلمة. يا بتضلوا أموات أو منكم يطلع حي قيوم والباقي كله. رح ننتقل من مريم نور شكرا. لقضية. شكرا لك مريم إلى العتمة. لأن ما عندكم غيرها قضية في أرضية.